قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إبقاء حمد القروية الوزير الأول الأسبق والنائب الأسبق لرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في حالة سراح في انتظار استكمال التحقيق بعد استنطاقه اليوم في قضية رفعها ضده 25 محاميا بصفتهم مواطنين تتعلق باختلاس أموال واستغلال صفة وتهم أخرى أجاب عنها المتهم بما يلي في تصريح حصري للتلفزة الوطنية. وقت اللي يجي القضية السياسية ويكسيها كما هو الحال تو يكسيها لباس متاع استيلاء على أموال ولا عملنا هذا، أنا أقول ما قطعوش مع العهد السابق. حبيت نقول ربما المحامين يلوموا علي على مجلة المحاماة لأن الأغلبية ارتحت لها ولكن البعض ما زال ضدها، ما نظنش هذا هو الموضوع على محالها، ولكن يلزمني أقول أن القضية سياسية بالدرجة الأولى. توجهنا إلى حيث يجتمع عدد من المحامين الذين رفعوا القضية المذكورة لنتعرف على موقفهم مما ورد في تصريح المتهم حامد القروي للتلفزة الوطنية بشأن الخلفية السياسية للقضية المرفوعة ضده. هذا منطق 13 جانفي الرداء السياسي ومنطق المحاكمات السياسية لمواقف سياسية ونعطيوها لباس حق عام، يبدو لي هذا داخل في المنطق والتفكير متاع المنظومة اللي كانت سيدة ولا تزال للأسف ولا تزال. ويضيف الناطق الرسمي باسم مجموعة المحامين: كعضو مهل المجموعة هذه ما ندخلوش مع أي شخص في المسائل هذه، من حقه يرد من حقه يستعمل اللي يحب عليه هو، احنا فما قضاء فما ابحاث جاريه فما بدايه اثباتات، في الاخير اذا عمل ياخذ جزاءه اذا ما عملش هذاك مبدا التقاضي. هذا ويتواصل مثل عدد من المسؤولين السابقين في النظام البائد امام قاضي التحقيق. العداله في الفترات الانتقاليه موضوع ملتقى نظمه المعهد العربي لحقوق